بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في المحاضرة الخامسة من محاضرات مادة الباور سيستم سويتش جير اند بروتكشن، واللي نتكلم فيها عن اللو فولتج سيركت بريكرز. في الجزء الاول من هذه المحاضرة اخذنا نظرة عامة على اللو فولتج سيركت بريكرز، وفي الجزء الثاني تكلمنا عن المينيتشر سيركت بريكر، وتكلمنا في الجزء الثالث عن المولدد كيس سيركت بريكر. اما في هذا الجزء بنتكلم عن الاير سيركت بريكر. فإذا وصلنا إلى المست أبستريم بريكر في مستوى اللو فولتج، وهو الاير سيركت بريكر. طيب، المست أبستريم بريكر هنا هو الاير سيركت بريكر، وعادة يمثل المين بريكر بعد ترانسفورمر. طبعا نلاحظ أن المينيتشر سيركت بريكرز والمولدد كيس سيركت بريكرز نشوفها بشكل متكرر في الواقع. احنا ذكرنا ان الام سي بي تكون غالبا في البانل بوردز في المنازل وعلى الفاينل سيركتس في بعض الاحمال، والام سي سي بي تكون في البريكر الرئيسي في البانل بورد، وقد يكون بعض الاحيان البريكر الرئيسي ام سي بي طبعا حسب حجم اللود. وبرضو الام سي سي بي نلاحظها في لوحة التوزيع اللي في طرف الاوتبوت للترانسفورمرز الموجودة في الاحياء السكنية. أما الاير سيركت بريكرز فغالبا ما نقدر نلاحظ وجودها على أرض الواقع، لأنها تكون انستولد في غرف السويتش جير الخاصة فيها في جهة ما يسمى باللو تنشن بانل، وتكون معزولة ومجهزة بتجهيزات أكثر تعقيدا من الام سي بي والام سي سي بي، ولها طريقة خاصة في عملية إدخالها وإخراجها من السويتش جير واللي يسمى راك إن وراك أوت. فهذه بعض أشكال الاير سيركت بريكرز. فبشكل عام تحديد البريكر المناسب في السيستم سواء MCB أو MCCB أو ACB يعتمد على حجم السيستم وقيمة الريتد كارنت لهذا السيستم. فيمكن مثلا أننا نستخدم مينيتشر سيركت بريكر كبريكر رئيسي في البانل بورد، وطبعا بالتأكيد كل الأوت جوينج بريكرز في هذه الحالة بتكون مينيتشر سيركت بريكرز. ويمكن أننا نستخدم المولدد كيس سيركت بريكر كبريكر رئيسي، وتكون الاوتجوينج بريكرز في هذه الحالة اما مولدد كيس سيركت بريكرز او مينيتشر سيركت بريكرز. فقلنا ان الاير سيركت بريكرز يكون مكانها في المين انكمينج في شبكة اللو فولتج نتورك، وتمثل خط الدفاع الاول في جهة اللود سايد لان لها ريتد كارنت عالي. ومثل ما ذكرنا سابقا حسب ما نرى في الواقع لوحة التوزيع الخارجة مباشرة من الترانسفورمرز الموجودة في الاحياء السكنية اللي هو يحول من 13.8 كيلو فولت او 33 كيلو فولت حسب مستوى الديستريبيوشن الى مستوى الاستهلاك اللي هو 230 فولت او 380 فولت، كل البريكرز الموجودة في هذه اللوحة هي من نوع مولدد كيس سيركت بريكرز وليست اير سيركت بريكرز. فالاير سيركت بريكرز بالتحديد تستخدم في السويتش جير الموجودة في المنشآت الصناعية في الباور بلانتس والمصانع وغيرها من الابليكيشنز. فاستخدامها في السويتش جير يكون لحماية بعض الإكوبمنت مثل الموتورز والجنريترز والكاباسترز. طيب، من خصائص الاير سيركت بريكرز ان طريقة التحكم فيها تدخل فيها تقنيات اكثر تطورا وتعقيدا من الام سي بي والام سي سي بي. فالتحكم في الاير سيركت بريكرز قد يكون بشكل الكتروني او بوجود المايكرو بروسيسرز. وطبعا دائما تكون الاير سيركت بريكرز 3 فيز، وقيم الريتد كارنت تتراوح ما بين 630 امبير وحتى 6300 امبير. اما الريتد بريكنج كاباسيتي فتوصل الى 150 كيلو امبير. وطبعا التريب كاراكترستكس تكون ادجستبل. طبعا في بعض الاحيان اذا كان الايكونوميك كونسيدريشن يعتبر هدف اساسي يمكن اننا نستبدل الاير سيركت بريكرز بالمولدد كيس سيركت بريكرز. اما لو كان الهدف الاساسي هو الهاي بيرفورمانس والريلايبيليتي بغض النظر عن التكاليف فلا بد من استخدام الاير سيركت بريكرز. فاذا هذه كانت نظرة عامة بشكل مختصر عن الاير سيركت بريكرز. في الجزء القادم باذن الله بنتكلم عن نوع خاص من انواع اللو فولتج سيركت بريكرز اللي هو ريزيدجوال كارنت ديفايس، بالاضافة الى بعض الانواع الاخرى من اللو فولتج سيركت بريكرز واللي كلها تنتمي الى عائلة البريكرز الصغيرة المستخدمة في البانل بورز او الكونسيومر يونتس الموجودة في الفاينل سيركتس.